بلد في منتصف التسعينات بتقتل بعضها، حرب أهلية وإبادة جماعية ونفق ضلمة خالص. أنا بتكلم عن رواندا وإزاي اتنقلت من دولة بالشكل ده لأسرع دول العالم تطورا، والأسرع في أفريقيا، وأسرع إنترنت في أفريقيا، أسرع دولة تقدر تفتح فيها شركة من الإنترنت برضو، ومعظم المعاملات الحكومية بتتعمل على الإنترنت، مكافحة فساد وترتيب متقدم في مؤشر الشفافية. لاحظ إن أنا قلت كلمة أسرع 4 مرات، وده بيعبر عن حالة رواندا الحالية. البلد بعد الاستقلال عن فرنسا حكم رئيس من الأقلية من قبيلة التوتسي، في حين إن قبيلة الهوتو كانت بتشكل الأغلبية. المهم إن الموضوع ابتدى ببطاقة الهوية، اتسجل فيها أنت من قبيلة إيه، وسياسة تفرقة. الكلام ده كان بمشورة فرنسية مشؤومة. الهوتو كونوا ميليشيات على حدود الكونغو وهجموا على رواندا نفسها، وفرضوا على كل فرد منتمي لقبيلة الهوتو إنه يقتل أي حد يعرفه من التوتسي بأي حاجة بقى، سواطير، سكاكين، أي حاجة، وأي حد كان بيعترض كان بيتقتل. وعلى مدى 100 يوم اتقتل ما بين 500,000 لمليون شخص من التوتسي والهوتو المعتدلين، وده اللي اتعرف باسم الإبادة الجماعية في رواندا. البلد نشلت نفسها من بركة الدم دي، وتقدم كل المتورطين لمحاكمات عاجلة، وتعمل مصالحات بين القبيلتين، وبدأت رواندا مسيرة التخلي عن معتقدات قبلية متخلفة علشان تبقى من أكتر دول أفريقيا تقدماً.